نذرت أن أعتكف في مسجد غير جامع في بلدي، هل يجوز أن أكفر عن هذا النذر أو يجب علي أن أفي به؟ لا يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه جامعا، بل يكفي أن تكون تصلى فيه الصلوات الخمس، صلوات الفرائض الخمس، وإذا جاءت الجمعة تذهب إلى صلاة الجمعة، ولا يؤثر هذا على اعتكافك. نعم.